الامكانيه بسرعه كتلعب الكره في الجهه اليمنى انس عنيه حموله بالرابح كره طويله ما كيشوف لك تسلل ما كيشوف لك تسلل هدف والهدف لفائده فريق النهضه البركانيه عبد الهادي حلحول يجد الحل من وراء المدافعين ودائما اللي وجد الحل هو عبد المولى بالرابح تمريره على المقاص وعبد الهادي حلحول قلت منه لاعب عنده امكانيات كبيره كنت كنتحدث عليه قبل ما يسجل الهدف كان حافظ حافظ قدام كيحتفظ بالكره ولكن كان تدخل ديال بطل بالون هذه محاوله بورزو حمزه بورزو كيتمكن من تسجيل التغطيه وطلب الكره وراء ظهر المدافعين كيتمكن من وضع الكره بهذه الطريقه بعد خروج ديال منير المرابط اللي بغى يخلق على الزاويه هدف